تقدروا تحطوا اي خامة. انا هختار ان انا احط الريش مع اللولي كده ومعاه الورد. احنا دلوقتي عايزين نثبت الثلاثة دول ما يتفكوش خالص. تمام، اول حاجة انا عاملة السلكين دول ليه؟ السلكين دول عشان احنا ندخلهم جوه التل كده من هنا كده ومن هنا اهو كده، هيظهر من ورا، هنشده وهنبدأ ان احنا نحكم في ده براحتنا. انا عايزة الناحية المموجة دي هي اللي قدام، فهخلي ده كده تمام اهو، وهشد من ورا السلوك تمام كده. تقدروا بقى تلفوه من ورا بكل سهولة كده السلك كده، عمره ما هيتفك ان شاء الله. وتقدروا تخلوه كمان مرة، يعني كمان مرة تدخلوا السلك من هنا زي ما انتوا عايزين من التل، مش هيبقى فيه اي صعوبة اهو كده. وبرضو الناحية التانية ونفس الكلام هيحصل بالنسبة للوردة. السلك الوردة اللي فيها سلك ديت برضو اهي، بصوا الاول اهو برضو هلفها كده، عايزين تبصوا بقى تمام مفيش اي مشكلة. تمام كده اهي كده الهيربيس ثبت معايا. عايزة بقى احط الوردة ديت، بس الاول احط الريش هلزقه عادي واحط الوردة. الوردة برضو نفس الكلام، السلك بتاعها هيدخل من هنا كده، عايز ادور له على مكان كويس اهو، هندخله من ورا كده اهو عشان يظهر من الناحية التانية، وهنزجه بالشمع من ورا عايز بس ايه اظبط مكانها اهو، ومن ورا كده ندخله نعمله كده وهنلزجه بالشمع والجوخ من ورا كده. الوردة ثبتت معانا ونقدر ان احنا نحط الريش. تقدروا تحطوا منه نفس الكلام بالنسبة للوردة الورد الطاير، بس اهم حاجة ما يبانش اي شمع. بصوا شوفوا هنا في خيط اهو هنقصه، عايزين الشغل نضيف وايه وشكله حلو. حط شمع طبعا، عايزين تستخدموا بيه 7000 برضو معانا مش اي مشكلة اهو. الهيربيس بقى عايزينه ينور كده، فهنفرده كده او نخليه ناحية واحدة زي ما انتوا عايزين. ممكن تزودوا ريش كمان برضو مفيش اي مشكلة.